نحن معكم الآن من نقاط رباط الثوار على جبل عنادان. طبعا هذه المنطقة مرتفعة واستراتيجية، حاولت ميليشيات المساندة لقوات النظام يوم البارحة التسلل والتقدم نحو هذا الجبل. الميليشيات المساندة لقوات النظام تتمركز في جبل الطامورة، تحاول التقدم إلى هذه المنطقة لكشف منطقة شاسعة بيانون وحيان وعنادان وللتقدم إلى ريف حلب الغربي. لمزيد من التفاصيل سأستضيف معي هنا أبو أحمد قائد عسكري في فيلق الشام. أهلا وسهلا بك أبو أحمد. أبو أحمد، حدثني ماذا حصل ليلة البارحة وكيف حاولت هذه الميليشيات التقدم إلى جبل عنادان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتائب جند الرحمن تابع لفيلق الشام، نحن هم رابطين على جبل عنادان. طبعا جيش عم يحاول عدة محاولات، ومن البارحة محاولة تسلل إلى الجبل. نحن هون الجبل مشرف على حصار حلب، يعني طبعا نحن هون بعد جبل عنادان بيجيك منطقة كهربسيم، منطقة بابيص. الجيش عنده هالخطه هي انه يحاول انه ياخذ جبل عنادان ويتم متابع. انه طبعا احنا هون خط دفاع قوي ان شاء الله، ثابتين باذن الله، وامورنا جيده جدا الحمد لله رب العالمين. ايه الحمد لله امورنا جيده، وصفى عنده خسائر، يمكن امبارح عنده خسائر حوالي 10 قتلى في اثناء التسلل، والحمد لله رب العالمين امورنا جيده. يعني النظام لم يتقدم ابدا ونقاط الثوار على ما هي عليه؟ ابدا الحمد لله رب العالمين، نقاطنا جيدة جدا يعني، وما تقدم ولا صمت النظام طبعا الحمد لله رب العالمين. هو عدد محاولات تسلل البارحة وقبل يعني، بس الحمد لله رب العالمين أمورنا جيدة جدا، وإن شاء الله ما بتقدم. ونحن إن شاء الله عنا عمل على إن شاء الله، الله هيك يجمع الثوار، يجمع الناس على كلمة واحدة إن شاء الله. هذه المنطقة لها استراتيجية كبيرة، وهي كونها منطقة مطلة على عدة نقاط كما ذكرنا، وميليشيات النظام وقواته يعني تحاول التقدم عبر هذه المنطقة للوصول إلى ريف حلب الغربي وتضييق الخناق، أو لربما الحصار مدينة حلب مع ريفها الشمالي. خالد أبو المجد لأورينت نيوز من جبل عنادان ريف حلب الشمالي.